البرازيلية يا أخي يخاف من هذا الأكلات البرازيلية. يحضر حق جزات الليل ما بعد الساعة 12. حلو. كيف الشعور؟ يا اخي وثق الرحله انت بتكون ها 200 200 بطلنا الفيديو مره محتاج وامورك طيبه وحقا شكرا بس اعتقد هذه اول محطات توقف في سناو ومن بعدها ان شاء الله راح نواصل مسير الى الجازر.
خالي كيف شعورك وانت؟ والله شعوري طال عمرك خلصت عينه وخلص البترول، خلص بترول قبل الشيشه يمكن 5 كيلو. طبعا هذه واحده من الاشياء الممتعه جدا في الرحلات اكيد. هاي ثاني مره ورديتنا 4 كيلو نجيب لك بترول. المره الاولى كنت مسوي كروسنج في شمال الباب ومعبي من الحوقين وطلعت رايح، فجأة بطلع بعبي وين بعد ما اخرج من سيدي على اساس اني مريت بدقال المعمر وما عبيت على اساس اني كفيت بترول. لا يا اخوك دخلت صوب وادي شافان وخلص بترول، لكن حصلت شباب شالين حل ماطور بترول هناك وحضرت منهم كلهم. زين ضبطت امورك. نتحرك بعد شوي متجهين الى الجازر صقرة، الى صقرة ان شاء الله. حلقة في القيم كله واحد، في النهاية لها اسم ومسمى. طبعا هذا الوحش الصغير مقاوم لحد الحين واموره طيبة ان شاء الله، عسى انه يوصل بخير وعافية. وهذا الوحش الكبير مبلل بترول قبل 4 كيلو، رد لنا 4 كيلو عشان يجيب بترول. هذا الحال. والله مثل ما يقولوا استراحة محارب. والله صراحة مسكتين ابو عمر وش حيك طال عمرك. هذا السيم هو اللي يعطي النكهة لك. الله الله هذه يعطي أكلات برازيلية السيم. يا أخي يخاف من هذه الأكلات البرازيلية. الشاي أخضر حق زيت الليل ما بعد الساعة 12. حلو هذا الشاي أخضر يعقوب شاهي ما بعد الساعة 12. هذه هذا ما قبل الساعة 12. غير ذي اظهر فحد خلاص ورقة صابون حركات مال الدايت ما دايت سوالف هذه ايش دخل. كفو عليك يا ابو وحش وحش. هذا الساعة هذا الساعة هذا الساعة هذا الساعة خلاص قهوة جاهزة. الله 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 ما شاء الله عليك. هذه ايرلندية؟ هذه قهوة ايرلندية. حلو حلو. متابعين انا خوشة بالكيسة. لا لا عادي عادي صحراوي. لا متابعين ياخذوا بخاطرهم يقولوا مو ذاك رحلات الرايد غير صراحه. اهم شيء اهم شيء اهم شيء اهم شيء ضللتك ويش دراكتك صغر صور صور هات هات. شوف اهم حاجه عشان المتابعين يفهموها انك انت بتطلع في الدراجة توقف حتى التراب. هذا اهم حاجه المتابعين يفهموها. هذا اهم حاجه. اخر محطه قبل موقع التخييم. طبعا احنا في الجازر خلاص وصلنا الجازر بس متوقفين شويه نريح مع نص ساعه بالكثير وراح نخيم. ما اعتقد في هناك اخر شي فوق في راس صقرة كلها تقريبا مال نص ساعه بالكثير.
حد ياكل لحم الصباح. ما وادم ليله.